أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزولها أن وفدا من أعراب بني تميم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن عن إسلامه وطاعته، ولكن مع البداوة والجهل أخذوا ينادونه من الحجرات مع باب عائشة مع باب فلان فلان وفي القيلولة والرسول نايم صلى الله عليه وسلم، فأزعجوه وأيقظوه وهو صلى الله عليه وسلم ينام ليستريح لأن الليل والنهار في عمل فيستريح في القيلولة، فجاءوا فأيقظوه فأدبهم الله تعالى بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ما هم عقلاء، بدو عوام، ما كانوا يفعلون هذا الفعل بأعلى صوتهم محمد 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 محمد. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. صبروا ساعة ساعتين ثلاث ساعات حتى يخرج إلى المسجد من بيته لكان خيرا لهم، لكن الجهل ذي عواقبه، حتى أدبهم الله في هذه الآية والله غفور رحيم، فلذا غفر لهم ورحمهم ولم يواخذهم على هذه الجهالة. هذا معنى قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ما صبروا، وهذه حال الجهل والبربرية وعدم العلم، لا بد هكذا. لو كانوا عقلاء بصرى سألوا عن رسول قالوا نائم يجلسون ساعة ساعتين حتى يستريح ويخرج. ثم نادانا تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا النداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وهو شامل لكل المؤمنين. إذا جاءكم فاسق كذاب فاسق فاجر بنبأ ما تصدقوا على الفور. وسبب هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالوليد بن عقبة بن معيط إلى بني المصطلق، قبيلة أسلمت ودخلت في الإسلام، فبعثه إليهم ليأتي بالزكاة، زكاة القوم لينفقها على الجهاد والمؤمنين والمؤمنات. فهذا الوليد لما وصل شاهد أمة كثيرة واستقبله رجال، وكان بينه وبين قومه عداوة، بين قوم الوليد وقوم المصطلقون عداوة، فخاف أن يقتلوه، فهم زين له الشيطان أنهم يقتلوه فهرب، وجاء إلى المدينة يشكو ويقول: يا رسول الله أرادوا قتلي، كفروا وارتدوا أرادوا قتلي. فماذا يصنع الرسول؟ ما كان إلا أن نادى خالد بن الوليد وكون جيشا وقال: اذهبوا إليهم. فمشى الجيش خالد على رأسه، فاستقبلوه مؤمنين، سمعوا الأذان يؤذن. لما ناموا بالليل قريب من القرية والمنطقة سمعوا المؤذن يؤذن، فعلموا أنهم مؤمنون مسلمون. أرأيتم لو أن رسول ضرب القوم وسلط عليهم ما يندمون؟ الخبر كاذب، هذا فاسق جاء بنبأ. وهنا على المسؤولين وعلى كل المؤمنين أن لا يقبلوا قول كل إنسان يقول فلان به كذا وكذا، فلان فعلت كذا، فلان يفعل كذا، ما يجوز أبدا، ولا تصدقه إلا إذا كان مؤمنا صادقا ربانيا معروف بالصدق والطهارة وكذا تصدقه. أما شخص معروف بالكذب والباطل أو الفسق والفجور يقول كلمة تصدقه. ورجال الإعلام شبيهون بهؤلاء، فلهذا لا يصدقون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. من هو الفاسق؟ الكاذب فاسق، الزاني فاسق، المرابي فاسق، العاقل، كل مرتكب كبيرة هو فاسق، يعني خرج عن طاعة الله ورسوله. منه فسقت رطب خرجت من قشرها، فرسق الفويسقة، فسقت الفويسقة خرجت من جحرها. فكل من خرج عن طاعة الله ورسوله فاسق، كافرا أو مؤمنا، إن كان كافر فهو كافر، وإن كان مؤمن فهو مؤمن، ولكنه فاسق والعياذ بالله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، والنبأ الخبر العظيم، خبر فيه ما يترتب عليه من فوائد أو ضرر، فتبينوا، تأكدوا، تبينوا، راجعوا القضية، فكروا فيها، اسألوا غيره حتى تهتدوا. أما بمجرد قال فلان فلان تقولون هذا حرمه الله علينا بنص الآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يجب أن تتبينوا قبل أن تقولوا أو تفعلوا، حتى لا يترتب على ذلك ألم وفساد لكم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا؟ خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، القوم الذين قالوا فيهم كذا وكذا تضربونهم تقاتلونهم، بعد ذلك يتبين لكم أنكم مخطئون، ما هم أهل لهذا أبدا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وقطعا يندمون. هذه الآية بالذات للمستمعين والمستمعات، ما نقبل قول قائل فلان 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 وكذا أبدا، إلا أن يكون الخبر من مؤمن صادق في القول والبيان يجزم به نعم. أما مجرد قالت فلان أو قال فلان ما يقبل هذا أبدا، نهينا عنه.
لأنه يترتب عليه عداوة أو بغضاء أو فساد أو شر بدون داع إلى هذا. هذا توجيه الله عز وجل وتربية لأمة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا؟ أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولا ينفعكم الندم. ثم قال تعالى وقول الحق واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا يتناول الأصحاب رضوان الله عليهم. فيكم رسول الله، قد يوحي الله تعالى أن فلان كاذبا أو أن فلانا ليست بصادق أو كاذبة، إذن فخافوا من أن ينزل الوحي من السماء يفضحكم. فما دمتم مع رسول الله ما تقولوا أبدا إلا ما هو حق وصدق، أو يخبر الله رسوله ويفضحكم، فلا داعي لهذا أبدا. أما نحن الآن ليس معنا رسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نلتزم، ما نقول قال فلان قالت فلانة، نشيع الباطل والمنكر بين الناس ما يجوز أبدا. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ووقعتم في المشاق والفتن والبلاء. وهذا يتناول أيضا بعض المسؤولين، ما ينبغي أن يسمعوا من كل واحد، كل واحد يقول له كذا وكذا يفتتنون، فلا بد من اثنين ثلاثة من أهل البصيرة المعرفة يصدقونه، أما كل من يجي يقول كذا وكذا هي الفتن. لعنتم، أي وقعتم في العنت الذي هو شدة التعب والبلاء. لو يطيعكم في كثير من الأمور التي تطالبون بها الرسول، هذا يا رسول الله كذا وهذا كذا وهذا كذا، لو يطيعهم كيف تستقيم الحال؟ فلهذا تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقترحون عليه، كل واحد يقترح اقتراح. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هكذا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذه نعمة الله عز وجل، نسأل الله أن نكون منهم. حبب إليكم الإيمان فجعلكم تحبونه، قلوبكم شرحها الله ووسعها وقبلت الإيمان فآمنتم. حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حبب إليكم الإيمان وزينه وحسن وجمله في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 120,000، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهكذا المؤمن الحق الآن والله يحب الإيمان والمؤمنين، ويحب كل ما أمر الله بالإيمان به، وزين الإيمان في قلبه. لو تعطى الدنيا كاملة ما تعتاض عنه بشيء أو تستبدله بشيء. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والمؤمنون الصادقون هذه حالهم، يكرهون الكفر، يكرهون الفسوق، يكرهون العصيان. عرفتم الفسوق، الخروج عن طاعة الله ورسوله بأي شيء، والعصيان كذلك تمرد عدم الطاعة لله ورسوله. وختم هذا الفضل بقوله أولئك هم الراشدون. فمن هنا لم يكن أحد أفضل من أصحاب رسول الله، لا عبد القادر الجيلاني ولا سيدي فلان. بهذه الآية شهادة الله أولئك هم الراشدون. فلهذا لا تفضل أحدا عن أصحاب رسول الله مهما ما كانوا. لهذه الآية الكريمة أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. هذا فضل الله عليهم ونعمته عليهم. مرة ثانية، احذر أن تفضل عن أصحاب رسول الله أحدا، لا عالما ولا وليا ولا ولا ولا، كل الخلق دونهم، لأن الله رفع قدهم وعلى شأنهم، وأنزل فيهم بعث فيهم رسوله وأنزل فيهم كتابه.
وهذه الآية كافية في الدلالة على ذلك. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك السامون الأعلون الراشدون، هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، عطية الله، نعمة الله، والله عليم حكيم يضع نعمته حيث يرى أنها أهلها، حكيم كذلك. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من محبيهم، اللهم اجعلنا من محبي أصحاب رسول الله، ولا تجعلنا من مبغضيهم ولا مبغض أحد منهم يا رب العالمين. والله لا نفضل عليهم أحد أبدا، والله قد فضلهم وقال هم الراشدون رضي الله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان سمو المقام المحمدي وشرف منزلته صلى الله عليه وسلم. بيان سمو المقام المحمدي وعلو شرفه ومكانته. إيه نعم، أول آية ما هو؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لما نعم، لأنهم نادوا رسول الله المفضل المكرم سامي الدرجة عالي المقام، ما تأدبوا معه، ما قالوا رسول الله نايم، ما قالوا كذا، ثم قالوا يا رسول، قال يا محمد، يا محمد من غرفة ومن حجرة إلى حجرة. فدلت هذه الآية من هدايتها على علو مقام الرسول وسمو مكانه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أدبهم. نعم. ثانيا وجوب التثبت في الأخبار ذات الشأن التي قد يترتب عليها أذى أو ضرر بمن قيلت فيه، وحرمة التسرع المفضي بالأخذ بالظنة فيندم الفاعل بعد ذلك في الدنيا والآخرة. كما علمتم من هداية الآيات وجوب التثبت من الخبر والقول، ولا نسارع فنقول قال فلان، ولا نسارع العمل فنعمل أبدا، حتى نتثبت تثبتا كاملا ونعرف أن النبأ عظيم، الخبر صدق والحادث كذا، حينئذ لا بأس. أما لمجرد ما نسمع القول نقول قال فلان ويترتب عليه فساد وشر، لا ينبغي أبدا. أدبنا الله تعالى بهذه الآية. نعم. ثالثا وأخيرا من أكبر النعم على المؤمن تحبيب الله تعالى الإيمان إليه وتزيينه في قلبه، وتكريه الكفر إليه والفسوق والعصيان، وبذلك أصبح المؤمن أرشد الخلق بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أصبح المؤمن أرشد الخلق بعد أصحاب رسول الله، فأصحاب رسول الله أول هم الراشدون، وأيما مؤمن طاهر القلب طاهر النية صالح إلا وهو من الراشدين. اللهم اجعلنا منهم.